بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. وبداية السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس قمر العشيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، قيل هناك بيت شعري من قصيدة طويلة، هذه القصيدة التي لها مفاهيم عدة ولها صور جميلة جدا، قالها السيد هاشم البحراني. هذه القصيدة من التراث طبعا، قال طبعا مضمونها وبيت الشعري كان هو ويقول فيه: قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. فأجابه الشاعر المعاصر الإعلامي الحسيني أحمد السلطاني فقال: قمنا معزين في العشرين من صفري، حتى جرى الدمع أنهارا سقى الحفر. جئنا ملايين في الآفاق صرختنا، ومواكب الحزن لا يبقي ولا يذري. أشار بهذه الصورة الشعرية أيضا على همة الموالين وسيرهم وتوجههم إلى كربلاء المقدسة، إلى كربلاء قبلة الأحرار، قبلة العاشقين. طبعا مشاهدينا الكرام، نكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية حول الإحصائية والتفاصيل لمجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية، واليوم نتحدث حول قناة الأولى وهي القناة الفارسية، حتى نبين للسادة القائمين والداعمين والمشاهدين ماذا يجري في أروقة قنوات الإمام الحسين عليه السلام من برامج ومن تفاصيل عدة. رافقونا، نذهب وإياكم إلى هذا الفاصل.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا، واهلا وسهلا بكم مره اخرى. ومثل ما شفتوا هذا الفاصل، وكذلك حاليا راح ناخذ الفاصل التعريفي، ولكن هو بوقفه تعريفيه لبرامج قناه الامام الحسين الفارسيه. سجاد الباوي خلي نشوف البرامج لقناه الامام الحسين الفارسيه الاولى، هي طبعا خلي نشوف. لا سجاد الباوي هذه عدد حضور الشخصيات، يلا مو مشكله احنا عندنا. احسنتم. طبعا قبل البدء مشاهدينا الكرام بس للتعريف، انه هم كذلك هناك لهذه المجموعه ولخاصه لكل فضائيه بها عدد حضور شخصيات وبها اتصالات، يعني راح نتناول هم كذلك موضوع التفصيلي للفضائيه، وكذلك راح نبين لكم كل فضائيه بهذه الحلقات انه الاجزاء، عدد حضور الشخصيات، عدد ساعات البث الى اخره. سجاد الباوي خلينا نشوف اللي هسه حاليا حضرته. احسنتم. برامج قناة الإمام الحسين الأولى الفارسية، سلام كربلاء، عندنا المعراج، أخبار، تكية بين الحرمين، سر زمين عشق، سوجة. طبعا الكل برنامج له أسلوب معين. طبعا هذه البرامج اللي كانت هي في زيارة الأربعين. سلام كربلاء، الحاج رياض طبعا كان يستقبل اتصالات المحبين الموالين المعزين من جميع أنحاء العالم الذين يتحدثون باللغة الفارسية. طبعا كان يستقبل اتصالات عبر طريق المشاية، طبعا كان يعني بحضوره بطريق المشاية الحمد لله والشكر. وكانت إن شاء الله نعطيكم إحصائيات الأرقام والاتصالات والرسائل اللي وصلت لهذا البرنامج. كذلك عندك كذلك هنا برنامج المعراج أو معراج، هو برنامج فقهي يتناول المسائل الفقهية وخاصة في أيام الأربعين. الكثير من الإشكالات والكثير من المسائل الفقهية والأسئلة الفقهية، دائما الموالي حير من يسمع أنه هذا المسألة تصير، هذه المسألة ما تصير، حلال حرام إلى آخره. حتى الشبهات للأسف هناك من يطرح الشبهات الشعائرية، هنا في هذا البرنامج يتم الرد عليها بتفصيل وبدقيق، يعني حتى يبين المسألة الفقهية بصورة عامة. هذا البرنامج هو فقهي شعائري عقائدي. نعم. كذلك أخبار الشيعة في أنحاء العالم، طبعا هذا الأخبار هو اللي تمتاز به مجموعة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا كل فضائية بأخبار أو بها أخبار، ولكن قناة الإمام الحسين وهذه المجموعة تحمل الأخبار بوجه آخر، مظلومية الشيعة بأنحاء العالم. كذلك عندنا برنامج سوجة، هم يتناول هذا البرنامج الخطابات اليومية التي تحدث بالعالم بأسره، شنو الحدث اللي يصير بالعالم هذا البرنامج هو يتناوله. كذلك سر زمين عشق، برنامج حواري يتحدث عن الزيارة الأربعينية والزيارة المليونية، ومقدم البرنامج الأستاذ مصطفى الخطيب. كذلك البرنامج الأخير أنا ما انتبهت إليه، أكيد من البرامج اللي عفوا كانوا برنامج تكية، هذا البرنامج هو يتحدث وهو برنامج وجداني مع سيد الشهداء. هذه برامج قناة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن باللغة الفارسية مو باللغة العربية. احنا البارحة كنا في خدمتكم بخصوص اللغة العربية، اليوم باللغة الفارسية، ويوم غد إن شاء الله وغدا نكون في خدمتكم باللغات الباقية. السائل يسأل، طبعا هذا اللي السؤال اللي وصلني، قالوا يا سيد بها شنو الداعي من ضرورة برنامج ما بعد الأربعين؟ ضروري جدا الإجابة تكون عليه باختصار حتى نبين للداعمين والواقفين مع مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية إنجازات مجموعة الإمام الحسين. يعني اليوم الشخص من اللي هو يقف مع هذه المؤسسة، هسه الوقوف يكون بعدة جوانب، منها مادي منها معنوي إلى آخره.
حتى ينظر إلى هذه الإنجازات. خصص هذا البرنامج للمشاهدين يعني بصورة عامة، وكذلك إلى المشاهدين الواقفين مع قناة الإمام الحسين عليه السلام. سجاد الباوي، ننتقل إلى موضوع الإحصائيات إذا جاهزة عندك، حتى من ثم ننتقل إلى فقرة السيلفي. نعم، حاليا خلينا ننتقل إلى دقائق البث المباشر حتى نشوف ونعرف السادة المشاهدين. نعم مشاهدينا الأحبة، هذه دقائق البرامج البث المباشر لقناة الفارسي أو للقناة الفارسية. دقائق البث هو 19601 دقيقة، 19601. عادة البارحة صحيح احنا نوهنا على موضوع الساعات، ولكن هو الأصح لكم والأخوة الفنيين أنه الحديث يكون بالدقائق، لأن دائما البث المباشر هو يحسب بالدقائق. فهذه دقائق البث المباشر على قناة الفارسي. ننتقل إلى الجزء الآخر سجاد الباوي. نعم ننتقل إلى موضوع الاتصالات. نعم طبعا عدد الاتصالات اللي استقبلها او اللي استقبلتها عده برامج، منها سلام كربلاء، منها المعراج، ولكن تقريبا حاليا هو العدد 600 اتصال. ولكن الاتصالات اللي استقبلوها الاخوه اللي للاسف ما توفقنا في خدمتهم لضيق الوقت، لان تعرفون البرامج تقسم وتكون وقت خاص للاتصالات، ما يقارب 4000 5000 اتصال تم استقباله خلال زيارة الأربعين، يعني خلال طبعا هذا العدد هو من 1-0 إلى 20-0. ننتقل إلى الموضوع الآخر سجاد الباوي. نعم نعم دقائق بث المباشر، طبعا هذه الدقائق البث المباشر لزيارة الأربعين، هنا عندنا فد وقفة. هذه الوقفة جدا مهمة، احنا مفصلين البرامج، طبعا اكو للبرامج واحد وللبث المباشر واحد. البث المباشر هم كذلك ينقسم الى قسمين، البرامج الحوارية وكذلك برامج المشاية، يعني الفيد فيد المشاية، الصورة اللي انتم تشوفوها صورة المشاية. هسه حاليا هذه صورة المشاية المباشر لزيارة الأربعين هو 11701 دقيقة، 11701. سجاد الباوي شنو بعد عندك حتى ننتقل إلى الموضوع الآخر؟ ننتقل إلى فقرة أخرى مشاهدين الكرام، إلى فقرة السيلفي. إن شاء الله راح نشوف منو سعيد الحظ راح يكون في شاشة قناة الإمام الحسين، طبعا لأن مجموعة من الأخوة المقدمين البرنامج احنا تسوينا وياهم، ولكن القرعة اليوم يم سجاد الباوي. خلي نشوف منو راح سعيد الحظ. راح نلتقي مرة أخرى مع زميل محمد علي الربيع وسجاد الذهب. حياك الله سيد بهاء الغرابي، الله يحفظك إن شاء الله. بخصوص برنامج على خطى الواقع، أول سؤال أسألك بخصوص تغيير اسم البرنامج، ما هو الداعي والفلسفة لتغيير برنامج حلقة؟ طبعاً الاسم دائماً يدل على المضمون، وبما أنه طريق المشاية فمن الجميل أنه نجدد بالعناوين اللي قودنا إلى المحور، محور الحلقات والمحتوى الخاص بالحلقات، بما أنه نحن نبتغي ونهدف إلى بعث رسالة من خلال هذا البرنامج، ضرورة السير على خطى الوارث، وارث الأنبياء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فارتأينا الاتفاق طبعا مع الأخوة في إدارة المجموعة على تغيير اسم البرنامج من طريق الجنة إلى على خطى الوارث، وأشوف هذا الاسم للبرنامج أقرب إلى يعني هذا البرنامج. أحسنتم، بارك الله فيك. زين، أريد أسألك بخصوص أنت دائما تخوض البرامج بالاستوديو،
وهاي يمكن السنه الثانيه او الثالثه تخوضها ويا المشايخ. شنو اللذه بالمشايخ؟ اللذه طبعا بالكادر الجميل، الاخوه الاحبه من خدام الامام الحسين في قناه الامام الحسين عليه السلام، وهذه المجموعه المباركه، الاخ ابو عباس، الاستاذ امير عفوري، الاستاذ حسين اللامي، الاستاذ ابو ابراهيم، سواء مصورين، مجموعه المصورين الرائعين حقيقه اللي يعزز اللسان عن مصر، وجهودهم الاستثنائيه خلال هذا الموسم، موسم تغطيه زياره الأربعين. حقيقه مشاعر ما اقدر اوصفها، كل لحظه احنا نعيشها واحنا في وسط المشايخ، يعني تعادل يعني برامج بالمئات. فسعداء جدا نخرج الى المشاهدين بالبرامج الميدانيه، فضلا عن انه يعني حضرتك اعلام وتعرف انه دائما البرنامج المباشر يختلف عن التوجيه، المباشر يكون على تواصل مباشر مع المشاهد، كيف وانت تكون بتماس وبحاله مباشره وتماس مباشر مع الزائر الصحيح الكريم، وايضا على الهواء مباشره. اذا حقيقه المشاعر لا توصف، ونحن نشعر باننا نقدم ولو شيء بسيط جدا الى مولانا سيد الشهداء عليه السلام. زين، البث المباشر شويه حددك بالوقت وبالمجيء، وخاصه هذه الايام يعني ما شاء الله وجدي دا يرحب بالزوار. نعم، فقدومكم للمقر وازدحامات وكذا تباتون هنا لو تروح وترجع، ولكن تطلع من وقت مبكر عن تطلع من وقت شلون بعدين؟ يعني اكيد نواجه صعوبات وصعوبات جمع من خلال الازدحامات المطوريه. طبعا انا سحبت سيارتي من بيتي الى مقر القناه اللي على طريق المشايخ، طريق نجف كربلاء، لكن احنا اعتادينا من سنوات عديده، ونحن نشأنا وترعرعنا في مدرسه الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ان ننذر كل ايامنا خصوصا في الزيارات المليونيه لاستثمار هذه الزيارات بكل ما هو يكون رافد من تكامل المجتمع. فبفضل الله سبحانه وتعالى مع اكمل هذا البرنامج نتوجه الى محطاتنا الفكريه كمجموعه شباب او فريق عمل شبابي حسين. قمنا بتأسيس محطات ثقافية فكرية على الطرق الثلاث المؤدية إلى كربلاء، صريف نجف كربلاء وبابل كربلاء وبغداد كربلاء. وأكيد مهما نعاني من مشكلات خلال الطريق والذهاب والإياب، فهي لا تأتي نقطة من البحر من معاناة الزائرين الذين يأتون من كل حرب وصوب إلى قبلة الأحرار أبي عبد الله الحسين مشيا على الأحرار. أحسن، أحسن، بارك الله فيك. الله يحفظكم عزيزي، الله يبارك فيك. نأخرنا؟ لا بالعكس، سعيد بحضرتك وسعيد أيضا بسادة المشاهدين، وحقيقة معجب بطروحاتك الجديدة واستبداداتك الجديدة فيما يخص البرامج الحسينية خادمة، وهذا حقيقة يدل على شيء، فإنه يدل على مدى انصهاركم لبوتقة العشق الحسيني. هذا كله احنا نتعلم منكم، انتم اساتذتنا. عفوا، انت عزيز وأعتز ببرنامجكم وبمشاهديكم ومتابعيكم. يحفظك الله سيد حبيب. اخويا تعال بالجو، انت سيد حبيب اجي يمك؟ لا لا لا، عاد اجي يمك اذا انت بالجو. هذا سيد حبيب البطل من خدام سيد الشهداء. مرخص لك استاذ محمد حبيب، وخذ راحتك انت بالسلامه. شلونك يا الحبيب يا سيد؟ سيد حبيب شلونك سيدنا؟ بالسلامه في داعه الله. انا اليوم هنا متواجد اي دوام هناك بالمقر الحوزي. اي عرف. انا ان شاء الله هم لا عفوا، مو اريدك تعرف نفسك، لا انا ان شاء الله اقول للمشاهدين ان احنا راح اعرفهم في مقر حوزه سيد الشهداء، بس انت قول وين رحت وين جيت. انا هو هناك كان عملي، واليوم جيت هنا حتى اشوف جمال المستقبل. ايه؟ وين مستقبل صراحه انا والاستاذ عباس، وهاي دليل على انه الحب التفاني مالتنا. نعم. خدام الحسين ما يقدر يعوف ربعه. في الساعه تقريبا 3 راح اتحول لهناك، اروح اللي هناك المقر. زين من يوديك؟ انا اروح هناك بالدراجه. قاعد تجي بالدراجه؟ اي بالدراجه تجي لهناك. زين ساعه بيش رابطت اليوم وياهم؟ يعني بما انه انت مشتاق. يعني خلصت تقريبا هناك الساعه 12 مباشره جيت لهنا. زين انت جيت بموافقه مديرك ولا هيك عشوائيه؟ والله جيت اشوف هيك عشوائيه حتى فاجئهم. اي اذا هسه سوالك عقوبه شنو رايك؟ والله العظيم. اي زين شنو الشعور بين انه طريق المشايه وباب الحسين بشارع الحسين؟ صراحة هنا أنا شعور أكثر من هناك، يعني هنا أنا روحية أكثر. يعني هناك إحنا دائما متواجدين،
بالايام العاديه، بس هنا لا روحيه. اي الله يساعد، انا اقول الله يساعد خدام الحسين من يشيلون خيام ويبلشون مواكب. اي انا شفت فيديو قد واحد يمكن بسمع يبكي. لا هو هو الحالي يعني مدمع صعبه. اي صعبه والله. اي صعب. زين زين انا هسه شنو قاعد انا هنا مكان الاستاذ بدي اصلحه. هذا هذا المكسر اللي 24 ساعه صاعد 24 ساعه صاعد دفن مباشر. موافق ان شاء الله سيدنا العزيز يبارك بيك يحفظك الله. طبعا شو كنت تتغدون سيد؟ يعني هسه بدي تزن على غدا الجماعه راح كثر من الجوع. الله يسلمك. طبعا بهذا المكان البسيط احنا صورناه سابقا، ولكن ان شاء الله راح ننتقل وياكم الى الاستوديو بقيانا. نعم مشاهدينا الكرام، طبعا من الجميل جدا من تشوف هذه العفويه بهذه الفقره السيلفي، خاصه ويا الكوادر ويا الابطال ويا اللي يعني احنا نقول ولدي الحسين اللي دائما هم مواكبين، مثل ما شفتوا سيد حميد اللي قال، عفوا سيد حبيب اللي قال قضيه انه انا اشتاقيت لاصدقائي. قضيه روح هنا عملنا في مجموعه قنوات الامام الحسين عليه السلام هو روح تعاونيه بالاخوه بالمحبه. شوفوا قاطع مسافه حتى يجي يشوف اخوته، الله يديم هذه الاخوه بيناتهم بحق محمد وال محمد. طبعا حاليا ناخذ اتصال هاتفي ويا الاستاذ احمد السلطاني، وان شاء الله يكون الاتصال جاهز. الاستاذ احمد السلطاني يسمعنا على الهواء مباشره. السلام عليكم وحياكم الله استاذ احمد السلطاني، وموفقين ان شاء الله في برنامجكم الحسين وحدنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي لك بهاء الزرابي، تحياتي لكل كل العاملين بمجموعه قنوات الامام الحسين الفضائيه، قنوات بمختلف لغات، تحياتي لهم من اول يعني من اصغر عامل في القناه الى اكبر عامل، ولو هم كلهم كبار في هذه الخدمه الجميله. الله يسلمك يحفظك الله استاذ احمد. استاذ احمد شفت فقره الكواليس بعفويتها؟ طبعا لك فقره يعني خاصه هم كذلك، ولكن ان شاء الله نتناولها في احدى الحلقات. طبعا انا تحياتي لكل زملائي، لكل الزملاء يعني بغض النظر عن اختلافاتهم وتخصصاتهم بالقناه. نعم. لكن صراحه خلال يعني طيله ايام فتره الزياره ما شفتهم، يعني تعرف كل واحد بموقع وكل واحد في مكان وكل واحد عنده عمل وكل فيه. صحيح. فصراحه انت ما شفت الزميل محمد عبد الله السجاد، تحياتي له يحفظه ان شاء الله. تحياتي لكل الله يسلمك ان شاء الله، الله يحيي اصلك يا حبيبي. طبعا دائما المواضيع وياك شيقه استاذ احمد السلطان، والها فت خصوصيه والها فت طابع خاص. الله يحفظك. من خابرتك ونسقت وياك على انه نكون في خدمتك، كانت المفرده مالتك قلت لي انا عندي موضوع اليوم راح افجره، فانا قررت اليوم ما اسالك، فاريد اسمع شنو هذا الموضوع اللي تريد تطرحه. يعني حقيقه هو مو افجره بمعنى ما يشاع عن التفجير. نعم. لكن هو هي يعني هي رسالتي يعني الاولى كانت يوم والثانيه رساله عدل. نعم. بصراحه اليوم لما انا بالمناسبه ما اعرف وقتك الجديد، يعني كنت حتى ان شاء الله عندي وقت. ان شاء الله عندي وقت. عندك وقت. نعم. اليوم اعتقد شهر محرم وشهر صفر، يعني شهر محرم هو شهر المصائب وشهر صفر وشهر الاحزان، بالتالي هذه الاحزان مو فقط هي مخصصه لاهل البيت بل لكل من ينتمي الى هذه الاسره الطاهره. فاليوم لما تكون او يقام او تقوم دوله مجاوره عربيه وتدعي انتمائها للاسلام وتدعي انتماءها لاهل البيت سلام الله عليهم، ودوله عربيه باقامه فعاليات لمهرجان كبير يدعى فيه اكثر من 192 دوله، ويكون يوم الافتتاح مباشره بعد
يوم 400 الحسين بحفل غنائي راقص وصاخب. اعتقد هذا يجب ان يقف اليوم العرب كلهم حقيقه. حسن. وقفه تأنيث للضمير العربي لما يجري. يعني ما اعتقد من الاصول ولا اعتقد من اللياقه ولا اعتقد من الادب ان تكون هنالك مناسبه مهمه مناسبه حزينه مثل 400 شهداء سلام الله عليه ودولة تقيم هذا الاحتفال الراقص هذا الاحتفال المخفي هذا الاحتفال المعيب تحت لافتة رعاية السلام وثقافة التعارف بين الشعوب. أحسنتم. يعني هذا رسالتي. أولا عدم انتمائهم للرسالة الإسلامية جملة وتفصيلة لسبب مهم جدا، لأن لو كان لديهم انتماء للإسلام على أقل التقادير إذا ما يتعاطفون مع زيارة الشهداء سلام الله عليه خلي يتعاطفون مع ذكرى استشهاد النبي الأعظم اللي يدعون هم الانتماء. أحسنتم. هذا من باب آخر. هنالك مشروع يعني وأستميع كل المشاهدين عذرا من هذه المفردة، مشروع حقير لحرب يعني ما نقل في زيارة 400 الشهداء من مراسيم مهمة ورسالة إنسانية كثيرة جدا ورسالة إسلامية ورسالة شفاء وتعارف وصداقة لكل الديانات ولكل القوميات ولكل الثقافات في كربلاء. أرادوا حرب ما جرى في كربلاء بهذا الفعل اللي أقل ما نعبر عنه أنه فعل قذف حقيقة، لأنه من الأصول اليوم لما جرى يكون عنده مصيبة ويكون في موعد حزن انت تقيم افراحك وتأجل كل طقوسك وكل فعالياتك الى ان يكملون مراسيم حزنهم. هاي النقطه الثانيه. احنا نتذكر لما كانت الصادق زياره 400 شهداء سلام الله عليه ايام راس السنه كانوا الاخوه المسيحيين يعطلون كل احتفالاتهم ويضلون كل كنائسهم في سبيل عدم جرح شعور المسلمين في هذه المناطق في ايام الفاطميه. لكن اليوم دوله عربيه تقيم هذا الحفل الراقص الصاخب مباشرة في أيام زيارة 40 الإمام الحسين، أعتقد هذا معيب ومخزي وما لهم سوى الخزي والعار في هذا الفعل الإنساني. أحسنت. أما رسالة العتب الثانية فرسالة عتب من المحطات العراقية. نعم. اللي مع شديد الأسف يتعاملون مع هذا المؤتمر ومع هذا المعرض السيء الطيب بعواجل. نعم. كثيرة جدا وبتوظيف النقل المباشر وتناسوا ما حدث في زيارة 400 في ولاة سلام الله. يا أخي إحنا وين عايشين؟ يعني إحنا في أي مجتمع عايشين؟ يعني إحنا إذا كنا ندعي العروبة وندعي العربية فتقاليدنا العربية كان إذا عندك أنت تحب تسوي مثلا حفلة زفاف في إبنك وعندك جارك عنده مليجة أو عنده مصيبة تأجل كل فعالياتك في سبيل حتى لا تروح مشاغلك. فما بالك إذا كانت 400 هي بدين شغلنا؟ ما بالك إذا كان اليوم الذي يلي هذه الأربعينية هو يوم استشهاد رسول الله؟ يعني لا هم من العرب، لا هم من القيم، لا هم من المبادئ، لا هم من الإسلام. أحسنتم. يعني والله مواقف مؤلمة جدا، مواقف لا تمت لا للعروبة ولا للإسلام ولا للإنسان يدعي. هذا حقيقة اللي تقوله. يعني أنا اليوم لما تابعت ما يجري في بعض المحطات وينقل من قبل محطاتنا العراقية لهذا الحفل الراقص الصاخب في هذه الايام في ايام زياره الشهداء في ايام استشهاد الرسول الاعظم حقيقه يعني يثابنا الحزن وتحفظ قلوبنا اللوعه. لانه انت اليوم لما تسوي مهرجان تحت لافته السلام وتحت لافته تلاقى الثقافات والافكار كان من المقترح اما ان تؤجل هذا المهرجان او على اقل التقادير شيء باشاره بسيطه لأن ما حدث في كربلاء هو أكبر مهرجان وأكبر فعاليات وأكبر معرض للتعليم. أحسنتم. طبعا أستاذ أحمد السلطاني بس تعقيبا باختصار قال رسول الله صلى الله عليه وآله مضمون الحديث فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما أدري على ما أدري على منو يكون هذا العتب هسه ايش قد ما نحرق مقلوبنا حتى لا يخفى على المشاهد الكريم هذا المعروض يقام في الامارات او ما يسمى بدوله الامارات العربيه حتى لا يبخل او ربما يظن المشاهد انه في دوله اخرى في الامارات. يعني اعتقد من المعيب من المقتل اليوم جاره دوله عربيه جاره تفعل هذا الفعل وبحفل ينقل على كل العالم في مواقع التواصل الاجتماعي في المحطات الفضائيه وبالمناسبه يعطى البث المجان لغرض نقل هذه الفعاليه. فهي اعتقد حركه
والسميع المشاهد عبر حركة حقيرة سخيفة لغرض حرف الأنظار عما جرى في زيارة 40 سيد الشهداء لا أكثر ولا أكثر. أحسنتم أستاذ أحمد السلطاني، كونك شاعر وكذلك إعلامي وحسيني الأهم، فجنابكم كانت إجابة لقول الشاعر السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه في قضية الشعر البيت الشعري، وجنابكم أردتم بالبيت الشعري قمنا معزين في العشرين من صفري. شنو هذه النكتة هذا الرد أو هذه الإجابة وهذا طبعا جنابك بهذا البيتين وبهذا البيت قاعد تجسد قضية زوار أبي عبد الله الحسين دي يقولون لبيك يا حسين. يعني للأمانة صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ محسن الزبيدي، تحياتنا له. هذا بيت قديم جدا، يعني هو من موروث الحسيني، قم جدد الحزن الحسيني من صفري في رد رؤوس الآدمي للحفري. فكانت الفكرة أنه يكون إجابة لهذا البيت، أو يعني أنا ما أقول رد، لا إجابة، هو إجابة، إجابة قوم هو فعل أمر. نعم. يعني عندما أمرنا بهذا الفعل لدينا هذا النداء، و يعني إذا سلم لهذين البيتين أن يعني يستحل المكان في التاريخ، فهذا أكيد شرف كبير جدا في أن أقضي من جملة المولى سلام الله. يعني هي كانت يعني هذين البيتين أو هذان البيتان هما إجابة لما قيل في السابق، قمنا في هذا اليوم، قامت هذه الملايين هذه الدموع المقامية وسقت تلك الحفر بالدموع ومواكب الحزن التي الشهداء ومواكب العزاء من خلال لا تبقي ولا تظهر أي شيء. أحسنت. من خلال برنامج الحسين يوحدنا والصور اللي عرضتها، باعتقادك يعني وفينا لو بعد؟ لا أبداً. بالأمانة كلنا تقصير مع الشهداء، بس الناس ببساطتها بإمكانيتها هذا اللي قدروا يقدموه. أستاذ أحمد، احنا نقول له أبو علي هذا اللي قدرنا عنه، بس مع ذلك احنا مقصرين. هذا ما باستطاعتنا. أحسنتم. يعني هذا اللي احنا نقدره، حقك أكبر، تغطيتك الإعلامية أشمل. أولا أنت تغطى تغطي إعلامية في السماء أكبر مما هي في الأرض. أحسنت. لكن إحنا مقصرين ومقصرين بحدود إمكانياتنا، بحدود معرفتنا أيضا، بحدود معرفتنا بيك وبالإعلام. هذا وما قدم لا يساوي قطرة دم سقطت من صحابي، من أصحابك كانوا معاك، وليس من دماغك الطاهي. أحسنت. بالفعل. لأنه قضية الإمام الحسين هي قضية الله جل وعلا، قضية الله، قضية الإنسانية، قضية الإسلام، قضية الحضور، قضية الإسلام، قضية شاملة لكل القضايا. بالتالي ما ممكن أنه تستطيع اليوم دولة أو تستطيع كل الجهود الحكومية أن تقوم بتغطية طريق متعدد المدن من البصرة، من الجنوب، من الشمال، من الغرب، من الشرق، يسلكون مختلف الطرق، سواء كانت هذه الطرق طريقية أو طرق ميتمية أو طرق زراعية. نعم. بملايين أن يقوموا بنقل كل ما يبني في هذا الشارع. أبدا ما ممكن، هذا ضرب من الخيال. لكن ما قدم هو شيء يسير جدا، من مشاهد حدثت في زيارة الشهداء العمومية. أحسنتم. اللهم يوفقك ويديم توفيقك أستاذ أحمد السلطاني. قبل الختام أستاذ أحمد السلطاني، هل باعتقادك اليوم الإعلام بصورة عامة وصل أو تمت إيصال رسالة أبي عبد الله الحسين إلى العالم بأسره؟ يعني حتى تكون أكثر إنصاف اليوم يا سيد الكريم، الإعلام يعني 95% من الإعلام هو إعلام سياسي وإعلام حكومي. كل قضية اليوم تريد تفسرها لقبل العالم يجب أن يعني تكون متبنات من قبل الحكومة. فأنا هذا نداءي للحكومة العراقية، أن هذه الحكومة العراقية أو الحكومة التي تذنبت من الانتخابات
اخواننا الاعزام اللي موجودين في الدوله الحكوميه في الجمهوريه رئيس البرلمان احسنتم رئيس الحكومه سووا دعوات للقنوات الاعلاميه يعني على شبكه الاعلام من الاتصالات ان تقوم بدورها الحقيقي تجاه ما يحدث في كربلاء ليس من باب تغذيه الزياره لقضيه تاريخيه بل لحدث انساني كبير جدا لرجل يقطع على التراب قبل 1300 وكذا سنه واليوم يتحول هذا الجسد الى عباءه تحت كل الثقافات وكل الافكار قوموا بدعوه المحطات الفضائيه والاذاعات وكالات الانباء الخارجيه واصحاب المواقف قادرين على ضيافتهم واصحاب المواقف قادرين على اطعامهم وشرابهم وايواهم احسنت حتى يجون يصورون ما يدري اليوم الاعلام يعني اليوم الاعلام احنا عندنا حتى احنا ما نتكلم في الشارع احنا احنا بدل كان اليوم الاعلام هو اغلب يجب ان يراعى حكوميا لكن يراعى حكوميا مو فقط من ذاتك لا الاطارات والسياقات الاعلاميه الحقيقيه نعم فهذا يقع اعتقد على عمل العاملين قوة اللجنه الثقافيه في البرلمان العربي ثانيا على شبكه التعامل والاتصالات ثالثا على الجمهوريه كاعضاء قوه تنفيذيه في البلد وعلى رئيس الوزراء كرئيس مباشر للقوه التنفيذيه وعلى رئيس لا وكذلك استاذ احمد الامام الحسين سلام الله عليه بطاقه ثقافيه للنظم العراقيين الى كل الثقافات وكل استاذ احمد كذلك عاتبنا الاكبر على الحكومه العراقيه من منعه يعني زوار ابي عبد الله الحسين ايصالهم الى كربلاء المقدسه هذا كانت مصيبه في حد ذاته يعني هذا موضوع كبير حقيقه كبير الموضوع يعني كانت من وحسب الناس في الطبقة في المطارات أو في المناطق الحكومية تالي ما تالي تخرج الزيارة وتعرف يعني هذه الناس اليوم اللي تجي في زيارة المولى ما جاية على الفرح يعني اليوم وصلنا اللي أتكلم بهذه اللهجة يعني رئيس الوزراء ترى العراق مو بيتك أنت رئيس الجمهورية العراق مو بيتك هاي الناس ما جاية تجي زيارة وبدك جاية زيارة زيارة رمزها، جاية زيارة قائدها، جاية زيارة أبوها الروحي، جاية زيارة الإمام الحسين، أنت بأي حق أخي تطلع هاي الزيارة؟ أنت من أحد التأشيرات تقول للناس شوفوا حادثة بالمناطق الحدودية، ثاني ما تعرف تقول الناس أولاً يكون أكو عليها سطول يتوقعها في المناطق الحدودية. ثانياً حتى عندما وصلوا إلى مدينة كربلاء المقدسة ما لك من فلسة. يعني كثير من الناس شغلوا ما حد يحط الخطط. يعني هذا يعني هذا موضوع كبير حقيقه لا في الحكومه وما اعرف يعني احنا الى متى نبقى نعاني شكرا اتمنى انه يستمعون الى القول فيتبعون افضل في تبييم حاله الشهداء احسنتم شكرا لك الزميل الاعلامي احمد السلطان ابو حيدر موفق ان شاء الله لكل خير بارك الله فيك شكرا جزيلا لكم سيدنا وتمنياتنا لكم التوفيق يا عزيزي الله يسلمك يا حبيبي حياكم الله بالسلامه نعم مشاهدينا الكرام للاسف وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقه وان شاء الله نلتقيكم حلقه القادمه يوم غد ان شاء الله نكون في خدمتكم في تمام الساعه 9 مساء الى ذلك الحين والى ذلك الملتقى نستودعكم في امان الله وحفظه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اللقاء